للا كريمة اللي معروفة الزوجة ديال سعيد صنهاجي، ولكن درتي اسمك يعني بجدارة، شفنا الصالون ديالك داكشي جميل، امبريسارية ومهاجرة. سؤال واحد، فوقاش علمتي اللغة الإسبانية؟ تعلمت لها فاش جيت هنا بزمني، جبت وليداتي وجيت بزمني، خصني نتعلم اوبليغاتوريو، خصني نتعلم. ومن بعد غندير واحد الحلقة خاصة مع العائلة الصنهاجي كاملين بكم، لأن كثير من الناس كيسألوني كيفاش تأقلموا واحد الفنان، واحد الناس اللي كانوا عايشين حياتهم كاملين، وكما كتشوفوا الوليدات كاملين هنا. عندك بنتك دونتيستا الله يبارك، الله كتقرا العام الثاني هذا في طب الأسنان، والأخرى إن شاء الله كدير ديزاين جرافيك، والصغيور الأخراني راه مازال في لايسو. ربي يخليهم لك. هذا الحفل الأول اللي كتنظموا القفطان اللي كنشوفوا، أنت يا ستيليستا هاد الحوايج ديالك. أنا مشاركة كستيليست وكمنظمة. لاحظنا الأعمال ديالك، شفتك في بلجيكا كنتي شاركتي دوس واحد الديسفيلي داز في بروكسل، داز مزيان، وكان إقبال يعني على داكشي اللي قدم الجلابة المغربية، كان إقبال عليها بزاف بزاف، وعجبني الحال وقلت صافي خصني نكمل في هادشي. لا لا الله يعطيك الصحة، أنا جيت من برشلونة باش نحضر معاك. مرحبا. ونتمنى إن شاء الله الإخوان اللي ما كيعرفوش كريمة عندها صالون الحلاقة بيساف بارلا، اللي من بعد عندي واحد الحلقة معها في المنزل ديالها اللي تعرفوا عليها أكثر، لأن كما قلت لكم سابقا كثير من الناس اللي كيسولوني كيفاش قدروا ولادك يندمجوا هنايا، لأن عيشوا حياة ديالكم كاملة. والوليدات أش نقول لك، الوليدات الصراحة مش جينا من المغرب، جينا يعني خلينا حياة ما كيخصنا والو، ما كانوش هما مرتاحين، ما كيعيشوش كونهم كولاد ديال الفنان، ما كيعيشوش مرتاحين، ما كيخرجوا هنا لقاو راحتهم، ركبوا في المترو ولا الاوتوبوس، ما عندهمش مشكل، ما كيعرفوهم حد، ما كيلعبش فيهم حد، صافي وندمجوا فيت في، راك عارف الوليدات ما عندهمش مشكل، الحمد لله اللهم لك الحمد. حنا على قبلهم جينا، حنا مش على قبلنا، حنا على قبل الوليدات ديالي جيت هنايا، خليت كل شيء، خليت داري، خليت كل شيء، خدمتي وجيت هنا على ود باش نعيش غير مرتاحه. للا كريمه اللي هي ودادية معروفة، والكاميرامان ديالي سي عبد الحق حتى هو ودادي، تحية الناس الوداد كما كتقول لكم دائما وداد، ديما وداد. وبرسا ولا مدريد؟ مدريد كلارو. كيفاش مدريد ياك؟ وانا جيت من برسا على الاقل قولي بيسكا البرسا. ايوا راه مني كنت صغيرة وحنا الوداد والريال مدريد، هادشي اللي ياك ندوزوها. لا وانا كنقول لكم انا رجاوي وديما البرسا، ولكن في الماتش ديال الوداد في النهائي غنكون مع وداد لانه فرقه مغربيه وندعموا المغرب. ان شاء الله مرحبا بكم، وهادشي جميل جدا. شكرا بزاف، تبارك الله عليك. الله يخليك، شكرا بزاف، مرحبا بكم. اخوان مازلنا في الحافل، معايا واحد الفنانه ممكن نعتبرها كريمه بنت سعيد الصنهاجي، وكريمه اللي منظمه هذا الحفل، مرحبا بك. شكرا ربي يخليك. السؤال الاول، انت بنت فنان وستيليستا، واش ستيليستا ولا غتخرج فنانه كريمه؟ حتى وحده فيهم. كريمه بنت سعيد الصنهاجي كتقول لهم ما فنانه ما ستيليستا، هادشي جميل في التنظيم. شكرا. كتحشم شويه كريمه، علاش ما بغيتيش تكون فنانه؟ لا ما حاولتي ماشي ديالي داكشي، ماشي ديالي. واش حاولتي ولا لا؟ لا ما حاولتش، ولكن ما نديروها في القناه ديالي تحاول واحد اغنيه صغيره. شيطانة. لا ما كنعرفش نغني، ولكن حاول باش الجمهور ديالي يقول الراي ديالو. قلنا واحد المقطع ما حافظ دابا، ولا قلت لك ما حافظش، ما غاديش تيقني. شيطانة زيد. شوف كما كتشوفوا ما حافظاش الاغاني باباها. تبارك الله عليكم. همو البنية ويمتاني رضاك يا عطيرة وغفاني، يا طي الشباب وين الدانية، أرضاك يا طيرة غطاني، الغربة والهم وعد يدي، شحال فهمت أنا حياني، طي الشباب وين الدانية. يا ابويا غطاني.
يا طي الشباب وين الداني هرقاك يا عم يا غطاني يا طي الشباب وين الداني. السلام عليكم اخوان. كنت كندور مدريد كامله جبرت واحد البرصاوي جبرته في الحفله وتسعد سمعاتي سي يحيى الحاج كنبقاو لي جبرت البرصاوي عايز نجيب بنتي تقبل تكون بنتي هي برصاويه. يا سلام اليوم نقيت ندير صحافي جبرت سوقي اللي ما راح شي سؤال ما حد ديال الميكرا هذا شنو فكرت؟ الصحفي ديالي يحيى البرصاوي سول لاعب كره سول ماما قال لها ملي تجي ماما فين كنتي كتفكر؟ هذا السؤال ولكن ماما كتدير الخطه مزيان انا خاصة دير الخطه لانها هي غتكون انسان صافي بارك الله عليك. معايا ايضا بنت صنعاتي بنتيستا اللي ما خرجتليش بنتيستا ني فنانه مرحبا بك. الاسم باش تعرفوا عليك الجمهور صنعاتي بنتيستا كي جاتك مدريد؟ مرحبا بك. اذا مثلا بغيتي تسول ماما شي سؤال شي سؤال يحيى سول على راه بابا قال لها في حاجه شي سؤال بابا سوبر ميكرو واش انا بين What?